يا نهرا كوني بردا وسلاما على الأردن الغالي وأهله، وفعلا نحن في وسط النار ولكنها علينا بردا وسلاما، والسبب يعود أولا لله تعالى ومن ثم لقائدنا الوقاد علما وذكاء وحبه لشعبه وتراب أرضه. رحبوا معي برجل الأعمال السيد جمال النجداوي صاحب محطة زي للمحروقات، يسعد مساك. ومساكم، أهلا وسهلا بكم. البداية في كل شيء صعبة، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، كيف بدأت؟ هي بدأت تأسيس المحطة في سنة 1987، أسسها والدي صالح حسين النجداوي، وكان غير مقتدر لتشغيلها مما دفعه لتأجيرها. لغاية 1998 بدأ بالاستثمار المباشر بصفته الشخصية، وعملت لديه حتى تاريخه. الأردن سبب لكل من يعيش على أرضه بسعادة ونجاح، كيف ساهم ذلك بنجاح المحطة وما هي إنجازاته؟ والله الأردن بمسعى صاحب الجلالة استقطب المستثمرين إلى هذا الوطن الغالي، وجعله محطة أنظار لكافة رجال الأعمال وللاستثمار في كافة القطاعات التجارية والأعمال الاستثمارية. وكون المحطة مؤسسة منذ القديم في سنة 1987، هي مستطيعة أن تأخذ وضعها الطبيعي في السوق، كونها مؤسسة في منطقة نائية خدمة للمواطنين ضمن رؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني. أخ جمال، حابين نعرف كيف ساهم تطوير المحطة في زيادة الإقبال عليها؟ بالطبع أصبح الإقبال على المحطة إقبال كبير، ولكن هذا الشيء لم يتأتى من فراغ، إنما ضمن توجيهات الحكومة نحو تطوير قطاع الطاقة والمحروقات بالذات، إذ قامت الحكومة باستدعاء مستثمرين للاستثمار في هذا المجال، فكان من ضمن هذا القطاع إحدى شركات الاستثمار التي آلت محطتنا تحت رعايتهم، ألا وهي شركة توتال الأردن. فقدمت كافة التسهيلات للتطوير، وقامت بأعمال وإنجاز تطوير الماكينات واستحداثها، القيام على عمل تنظيف الآبار، القيام على عمل الجدران، وبالتالي أصبح هناك إقبال في خدمة الجمهور نحو الأفضل، الجمهور الأردني الذي يستحق كل ما هو جيد في خدمته، وتطوير وسائل الخدمة المقدمة إليه. فكانت شركة توتال هي رائدة في هذا المجال. شو بتحب توجه لهم كلمة شكر؟ لا شك أني أقدم لهم كل الشكر والعرفان على هذا الذي قاموا به من تطوير واستحداث لهذه المحطة التي أصبحت تقوم بأفضل خدمة للجمهور الأردني الذي يستحق ذلك. ما هو سر نجاحه؟ حبي لخدمة الجمهور الأردني. نظرتك المستقبلية للمحطة؟ في تقدم وازدهار مستمر في إطار الأمن الذي تحياه بلدنا الغالي العزيز علينا جميعا، لابد أن يكون هناك تطور مستمر لخدمة وطننا ومواطننا الأردني العزيز. الصعوبات في الأردن تختلف كثيرا عن باقي الدول، لأن الأردن تفتقر لكثير من الموارد، فما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك وكيف استطعت أن تتخطاها؟ والله هي الصعوبات في الأردن صعوبات متعددة، ولا مجال لحصرها إلا من أهل الاختصاص، لكن بخصوص الصعوبات التي أواجهها هي بالعمالة، حيث أن الشباب الأردني غير مقبلين على العمل
نحو قطاع المحروقات بشكل طبيعي، ينتظرون من الحكومة تلبية طلباتهم المستمرة في تأمين وظائف مكتبية. ولكون الأردن يفتقر إلى عمالة مؤهلة لأن تقوم بخدمة الأردن وخدمة قطاعاته، رغم وجود شباب يستقطب عمالة وافدة. أخ جمال، رح نحكي بموضوع لربما يثير شجونك، مع العلم أنه إحنا كل أبناء الأردنيين هم مشروع شهادة، فيريد تحكينا عن إحساسك وشعورك لما اتلقيت خبر استشهاد ابنك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فشهداء الأردن هم شهداء لهذا الحق والواجب الذي رعاه الهاشميين منذ أن حمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة السماء الأولى، وانتقلت إلى عميد آل البيت عبد الله الثاني الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. فالأردن يستحق منا وبكل فخر أن نقدم أرواحنا ودمائنا فداء له. فجميعنا نفجع حين يصاب أحدنا بأذى. فحين تلقيت نبأ وفاة استشهاد والي ابني أحمد جمال صالح النجداوي كانت فاجعة كبرى بالنسبة لي وللأردنيين الذين شاركوني كأهل وعزوة وعشيرة تتعاضد بمثل هذه المناسبات الغالية والعزيزة على الأردنيين حماية وفداء لهذا الوطن. من لم يستطع صعود الجبال يبقى أبد الدهر بين الحفر، كيف تفسر ذلك بالنسبة لثقافة العيب بين الشباب؟ والله بخصوص هي ثقافة العيب يجب أن لا تكون موجودة في مجتمعنا، لأن أولا كبلد أردني يفتقر لعديد من الموارد، من الممكن أن أهل الاقتصاد سيتحدثون عنها وحدثونا عنها. فبالتالي علينا كأردنيين والشباب بالذات أن يقوموا بتقديم أنفسهم نحو العمل والتطوير للأفضل، بدل أن يتكلوا على الأهل والأسرة وينتظروا الحظ. هم يستطيعوا أن يقدموا أعمال في كافة قطاعات العمل المتوفرة. ارفع رأسك أنت أردني، هذا ما قاله الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. فمن هذا المنطلق ماذا تود أن توجه كلمة شكر لنشامة وجنود الوطن؟ والله تعجز الكلمات عن شكر رجال الوطن، لأنهم هم يقدمون أرواحهم لهذا الوطن. فبالتالي من يقدم روحه فداء لوطنه لا تعجز كل الكلمات عن شكره. أقول حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك، ونبقى إن شاء الله الجند الأوفياء في ظل راية الهاشميين وتحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المفد. الوطن العربي يعيش في بؤرة ملتهبة باستثناء الأردن ولله الحمد في ظل القيادة الهاشمية، فما قولك بذلك؟ نعم، جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى هو صاحب الرؤية الثاقبة، وهو الساعي نحو السلام والأمان، وتوجيهاته لكافة رجال الأمن والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وإنجازاتهم لحمى هذا الوطن ورغد المواطن الأردني جعلت من الأردن فعلا استقطاب لكافة أحرار العرب وأبناء الوطن العربي للجوء إلى هذا الحمى الآمن بعونه عز وجل
وبرعاية صاحب الجلالة. كلنا يحلم أن يلتقي صاحب الجلالة، لو أصبح هذا الحلم حقيقة، ما هي أول الكلمات التي ستنطق بها إليه؟ لله الفضل، حظيت بشرف مقابلة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا عبد الله حفظهم الله ورعاهم، حين شرفا بيت العزاء باستشهاد ولدي أحمد جمال صالح النجداوي، فكان لقاء حميمي من أب لكل الأردنيين وأخ تعجز الكلمات أمام حضرة صاحب الجلالة للتعبير عن محبة الأردنيين وحبي له. عجزت أمام صاحب الجلالة عن الحديث بأي أمر إلا أمرك سيدي، كلنا فداء لهذا الثراء، لهذا الأردن الغالي. رحم الله شهداء الأردن، الغوالي على كل أبناء الأردن. فجلالة الملك هو أب وأخ وصديق لكل أردني وقريب من كل أردني كحبل الوريد إلى الإنسان. حفظ الله صاحب الجلالة. في نهاية هذا اللقاء نود أن نشكر السيد جمال النجداوي على هذا اللقاء المتميز، ومنا إليكم سلام ولقيادتنا الحكيمة سلام ولأردننا الغالي ألف سلام. يعطيك العافية. الله يعافيك ستي وعافي الشباب الذين من خلف الشاشة. نيابة عن إدارة مؤسسة طارق للإنتاج والتوزيع الفني، نتقدم لك بهذا الوسام على دعمك المستمر لبرنامج ساعة أردنية، مع فائض الشكر والتقدير لشخصك الكريم. شكرا لك. شكرا لمؤسسة طارق للإنتاج والتوزيع الفني، وأتمنى لكم التقدم المستمر والازدهار في هذا البلد الغالي والعزيز بظل القيادة الهاشمية المظفرة، قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. عاش الأردن، عاش الملك.